جلست على شاطئ الشعراء، قلمي سارح هائم حائر. يا قلمي ماذا بك؟ ماذا دهاك؟ ماذا هناك؟ فيقول لي: ألم تسمع باسمها يا سيدي؟ أطلب سراحي ولا تكن علي جائر، وأنا سأخبرك ما هي قصتي. بينما كنت تهم بالجلوس سمعت صوتا قد أتى من الخلف ينادي على اسم أقدر أن أقول له أنه ليس اسم لبشر، بل إنه لملاك طائر. تعجبت من كلامه وقلت له: أكمل يا قلمي، أريد أن أفهم ما جعلك هكذا ثائر. قال لي: إذن دعني لأخاطبك كشاعر، وعليك أن تصغي لي جيدا ولا تقاطعني إلا عندما أنتهي بمدح اسمها، فأنا سأكرس حبري له ولن أكابر. قلت له: تكلم يا قلمي، أنا هنا مستمع لك. قال لي: يبدأ اسمها بشين، وهو شمس قد أنرت لنا طريقنا، وجعلت كل من على هذه البسيطة من الفرح طائر. وثانيه ياء، وهي يا من صاح باسمك كل كائن، قولي لي كيف سحرت العالم بأسره، وكل إنسان جعلته خلفك سائر. وثالثه راء، وهي راية السلام قد سميت بك، يا من أنت رمز للطيبة والحنان، يا صاحبة الجمال الآسر. ورابعه ألف، وهو أحبك العالم بلمحة بصر، وهذا نعمة من الله وليس بصنع ساحر. ونهايته زين، وتقول زهور الياسمين قد نثروا في دربك، يا من غنى لك كل مطرب وغاز لك في شعره كل شاعر. وهذه كانت قصتي، وهذا ما استطعت أن أمدحها به. واعلم يا صديقي، لو طلبت مني أن أمضي معها سأتركك وأصبح بيدها سائر، لأنها شيراز ياسمينة هذا الزمان العابر.